أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا
ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق بما كنتم تقولون وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم